أعلم بالجميع، يحدثني أحد الأفاضل يقول: لما أقبلت على حياتي الزوجية اتفقت مع زوجتي ألا يخرج ما في بيتنا إلى الناس، ألا تكون بيوت بابنا مشرعا، ألا يكون هذا الباب أو هذا البيت مفتوح على مصراعيه للناس، يعرفون ما يحدث داخل بيته وخارجه. قال: اتفقت معها على كتم أسرارنا وحفظ حقوق بعضنا. يقول: أنا أحدثك بعد 30 سنة، بارك الله له، أحدثك بعد 30 سنة لم أعلم في يوم من الأيام أنها أفشت لي أو أخرجت لي سرا أو أخرجت أنا لها سرا، ولم أعلم في يوم من الأيام أن تدخل أحد من أهلي أو من أهلي في حياتنا، لا والدي ولا والديها. حينما يكون الزوجين على قدر من المسؤولية ويفهم كل منهما الآخر ويتفاهمان على بنود في الحياة الزوجية تستقر الحياة، كما ذكرنا وسنذكر أن الخلافات واردة في الحياة الزوجية، لكن حينما يتفقان على أشياء معينة ويتفاهمان عليها تصبح الحياة مستقرة. أما إفشاء الأسرار سواء من العلاقات الحميمية أو ما يكون داخل البيت، حرام شرعا وحتى دينا أو دنيا لا يقبل، لأن إذا تدخل الناس في بيتك أصبح البيت هذا للغريب والبعيد، للقاصي والداني، كل يتدخل فيه ويحكم فيه ما يشاء. لكن حينما تملك أنت وأنت تملكون زمام أمور بيتكما لا يتدخل فيه أحد. رزقكم الله السعادة والقناعة.